بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الله عز وجل أسأل أن يرزقنا حسن النية. وصلنا إلى الحديث الثامن من سلسلة الأحاديث في مختصر ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى، وهو اختصار لصحيح البخاري رضي الله تعالى عنه. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال. قوله عن أبي مسعود، أبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي البدري. الأنصاري يعني من الأنصار، ليس من المهاجرين. الخزرجي يعني من الخزرج، ليس من الأوس. القبيلتان الكبيرتان في يثرب، الأوس والخزرج. هؤلاء لما أسلموا صار سموا الأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام سماهم الأنصار. هذا الصحابي خزرجي بدري، يعني شهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وشهد العقبة مع السبعين، يعني لما جاءوا بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا سبعين، فكان منهم وكان أصغرهم، وشهد أحدا، يعني غزوة أحد. سكن الكوفة. الكوفة هي المدينة التي ولد فيها الإمام أبو حنيفة في العراق، ومات بها، يعني مات أبو مسعود في الكوفة، وقيل بالمدينة، في قول أنه مات بالمدينة، اختلف في ذلك. قبل الأربعين، يعني قبل الأربعين للهجرة، وقيل سنة 31، وقيل سنة 41. نعم. قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. إذا أنفق الرجل، في رواية عند الإمام مسلم إذا أنفق المسلم، إذا أنفق الرجل، قال أنفق معناه أي نفقة. إذا أنفق يعني أي نفقة، يعني سواء كانت النفقة عليهم على من سيأتي ذكرهم، كانت نفقة صغيرة أو كانت كبيرة، أي نفقة. نعم. على أهله، يعني من زوجة أو ولد، ويدخل معهم كل من يجب على الرجل نفقتهم، كل من يجب عليه أن ينفق عليهم يدخلون، هم داخلون في هذا. يحتسبها، يعني يريد بها وجه الله تعالى. ما معنى الاحتساب؟ أفعل ذلك احتسابا، يعني طلبا للأجر من الله عز وجل، طلبا لرضا الله تبارك وتعالى. يعني الاحتساب عندما تعمل طاعة تحتسبها، معناه يكون الباعث على العمل طلب الأجر من الله أو طلب رضا الله. هذا معنى الاحتساب. أصبر احتسابا، يعني طلبا للأجر من الله. أصبر على المصيبة احتسابا، يعني طلبا للأجر من الله. فهي يعني النفقة،
في هذه الرواية فهي، في رواية أخرى فهو، ينفق نفقة فهو على أهله، فهو يعني الإنفاق، فهذا الإنفاق، فهي فهذه النفقة، فهو فهذا الإنفاق. وقوله له فهي له صدقة، قوله له متعلق بصدقة، له يعني أجر هذه الصدقة، له هذه الهاء، هاء الضمير عائدة إلى هذا الرجل، إلى الرجل. وقوله صدقة يعني كالصدقة، لأن الصدقة في صدقة واجبة وهي الزكاة، وهي الزكاة. هنا لا يراد بها، لا يراد بالصدقة هنا الصدقة صدقة حقيقية يعني بمعنى الزكاة. ليه؟ لأنه لو أريد بها الزكاة لخرج بذلك من يحرم إعطاؤهم الزكاة كآل يعني كالهاشمي والمطالبي من أهل البيت، هؤلاء لا يعطون من الزكاة. فقوله كانت له يحتسبها فهي له صدقة يعني كالصدقة في الثواب. فالتشبيه هنا واقع على أصل الثواب، يعني ثوابه يشبه ثواب المتصدق حقيقة. طيب ليش نحن صرفنا، أو ما نحن العلماء يعني نحن نقول لماذا صرف المعنى عن الحقيقة؟ شو الدليل على أن المراد بالصدقة هنا ما يشبه الصدقة من حيث الثواب؟ من حيث الثواب ليش حملناها على هذا المعنى؟ لما حملها العلماء على هذا المعنى؟ ما هو الصارف لها عن تفسيرها بالصدقة الحقيقية؟ قالوا الإجماع. الإجماع مجمع على أنه ليس المراد بالصدقة هنا الصدقة حقيقة. نعم تفضل. تاسع، أو خلينا كمان شوي نعلق أكثر. إذن هذا الحديث، هذا الحديث فيه الحث والتحريض على الإنفاق على الزوجة وعلى الولد، ومن كان في معناهما، في معنى الزوجة والولد يعني من كان تجب على الرجل نفقته، الأشخاص الذين تجب على الرجل نفقتهم كوالديه الفقيرين. ولا بد أن تكون أن يكون هذا الإنفاق بنية حسنة، هذا معنى يحتسبها، يعني يريد الأجر من الله، يفعل ذلك لله تعالى طلبا لرضا الله. لا بد أن يكون، أن تكون نيته نية حسنة، وأن يكون إنفاقه من مال حلال. فله بهذا الإنفاق أجر عظيم عند الله تعالى. فتشبيه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الإنفاق بالصدقة معناه أن لهذا المنفق احتساباً أجر عند الله تبارك وتعالى.
هذه النفقة تكون له صدقة، يعني يكون له فيها ثواب يشبه ثواب الصدقة. لكن شرط أن يكون المال الذي ينفق منه حصله من حلال، وشرط حتى يكون له ثواب أن تكون أن ينفقه بنية حسنة. أما إذا كان المال ليس من حلال، ما حصله من حلال، من أين يأتي بالأجر؟ لو أنفق على زوجته وأولاده لكن من مال حرام، كيف يكون له أجر بهذا الإنفاق؟ أو إن لم تكن نيته حسنة بهذا الإنفاق، لم ينوي به نية حسنة، من شدة الغفلة كثير من الناس ينفقون على أهلهم لكن لا يخطر ببالهم أن ينووا بهذا الإنفاق نية حسنة، بيسعى بجلب المال من حلال بس من غير نية حسنة، وينفق هذا المال في حلال لكن من غير نية حسنة، فيخرج من ذلك بلا ذرة من الثواب. ككثير من الناس اليوم يتعب في العمل، يجمع المال، لكن لا يستحضر في نفسه، لما عم يشتغل صار عنده روتين العمل، صارت عادة، الساعة 7 بروح على الشغل، الساعة 4 مثلا 5 خلص الدوام رجعت على البيت، أو فاتح دكان مثلا باع مثلا 100 دولار 200 دولار 1000 دولار اللي هو، وراح على البيت واشترى أغراض لأهله لكذا، ولا خاطر بباله أي نية حسنة، ما له ثواب، ليس له ثواب، ما استحضر، لم يستحضر في نفسه أنني أفعل هذا طلبا لرضا الله، وبيصرف وبيصرف. قد يكون هو عنده سخاء على الناس، بيصرف على زوجته على أولاده، بل أحيانا بعض الآباء ما بيلحق ابنه، كما بيقولوا بالعامية هبل تمه، يفتح تمه بطالب شغلة تكون صارت عنده أضعافها كمان، ولا يخطر بباله أنه ينفق على الزوجة وعلى الولد هذه النفقة لله تبارك وتعالى تقربا إلى الله طلبا لرضا الله. لكن بعضهم ينفق على أولاده المال الكثير حتى يقال عنه هو رجال البيت بهذه النية، هو رجال البيت، هذا الرجل ليقال عنه كريم على زوجته وأولاده، ما لا يخطر بباله أن تكون نيته طلبا للأجر من الله. فمن كان هذا حاله من أين يأتيه الأجر بهذه النفقة؟ لا يأتيه الأجر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يحتسبها، مش قال الرجل الذي ينفق على أهله له كذا وكذا، قال يحتسبها، يعني بده تكون نيته حسنة، وهذا يشير إشارة واضحة على أهمية النية في العمل. النية إكسير العمل، النية إكسير العمل. التاسع، قال المؤلف رحمه الله البخاري قال، لاحظوا البخاري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، البخاري مبتدأ، هيك بدأت الجملة باسم، وجملة قال 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 رسول الله، البخاري مبتدأ، قال قال رسول الله الخبر، خبر المبتدأ، وجملة قال رسول الله إلى آخره اسمها باللغة مقول القول، مقول القول في اللغة هكذا تسمى. البخاري قال، مقول القول، شو قال البخاري، شو مقوله،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فمعنى مقول القول هي كل جملة يقع عليها فعل القول، كل جملة يقع عليها فعل القول، هذا بسموها مقول القول. لاحظنا أن البخاري في هذا الحديث قال قال رسول الله ولم يذكر إسنادا، يعني حذف السند كله، حذف كل السند، ما قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال قال رسول الله، حذف كل السند، لم يصله، ما وصله، فهذا اسمه معلق، هذا اسمه تعليق. إذا بتقرأ مثلا هذا رواه البخاري في تعليقاته، في تعليقه، هذا اسمه معلق. لما نقول البخاري في هذا الموضع علقه، يعني حذف إسناده، معنى علقه يعني حذف السند كله. لكن هذا الحديث وصله البخاري في موضع آخر من الصحيح، هنا في هذا الموضع علقه، لم يذكر الإسناد، حذف الإسناد، لكن في موضع آخر من صحيحه وصله، يعني قال حدثنا فلان، قال حدث إلى آخره، ذكر السند. وكذلك الحديث الذي بعده، يعني العاشر اللي بعد ما حكينا عنه، بعد ما ذكرنا، كذلك الحديث الذي بعده. تفضل. قال قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. هكذا، من يرد الله به خيرا، خيرا نكرة، خيرا، ما قال الخير نكرة، فهنا جاءت النكرة في سياق الشرط، من يرد الله به خيرا، شو جواب الشرط؟ يفقهه، لذلك مجزومة ساكنة، يفقهه، من يدرس ينجح، من يرد الله به خيرا يفقهه، ما منقول يفقهه، يفقهه في الدين. ليه؟ ذكره هنا النبي عليه الصلاة والسلام نكرة، يعني خير، ذكر كلمة خيرا نكرة. ليه؟ هذا يعني خيرا، ليش عم نقول نكرا؟ لأنه بالآخر شو؟ منون، ما قال الخير، خيرا يعني يشمل كل أنواع الخير، وذلك للتعظيم، يعني الخير الكامل، يعني الخير الكامل، فهذا فيه بشرى عظيمة للمتفقه، لأن إرادة الخير من الله للعبد، لأن الله إذا أراد بعبده خيرا يعينه على التفقه في الدين، يعينه على التفقه في الدين، يوفقه للتفقه في الدين، يخلق فيه القدرة على طلب العلم والتفقه في الدين، ويرزقه الفهم. هذا هو هنا التفقه، معناه التفهم، مش معنى الفقه اصطلاحا انه بس مسائل الحلال والحرام، لا، يشمل ما هو ابعد من ذلك. وانما العلم بالتعلم،
إنما العلم بالتعلم معناه بكون الإنسان يتعلم العلم. بالتعلم من إيش؟ من أين يتعلم؟ يتعلم من غيره. مين الذي يؤخذ منه العلم؟ العارفون. يعني ليس العلم المقصود هنا هو الذي يحصله الشخص من المطالعة في الكتب بدون تلق عن العلماء الثقات، بدون تلق عن العلماء الثقات. إذ ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ عن الأنبياء وورثة الأنبياء. مين ورثة الأنبياء؟ العلماء. العلماء ورثة الأنبياء. هذا هو العلم المعتبر الذي طريقه الأخذ عن العلماء العارفين الثقات الذين ورثوا هذا العلم عن الأنبياء. فما حدا بعدين يتبجح إنه هيدي المعلومة هو جايبها من البروفيسور فلان وعلان من جامعة كذا وجامعة كذا وهي مخالفة لما جاء به الأنبياء، مخالفة لما ورثه العلماء العارفون من الأنبياء من العلم. فإذا البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا خيرا يفقهه في الدين. وإنما العلم بالتعلم، هذه العبارة ليست من كلام البخاري، إنما هي حديث، هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس قوله وإنما العلم بالتعلم من كلام البخاري، بل هو حديث، حديث مرفوع. لما نقول مرفوع يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أورده ابن أبي عاصم والطبراني من حديث معاوية، يعني معاوية يعني ابن أبي سفيان، معاوية يروي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. معاوية له في صحيح البخاري نحو 6 أحاديث، وهذه علامة الفلاح للإنسان، أن يفهمه الله، أن يرزقه الفهم في الدين، هذه علامة الفلاح للإنسان المسلم. طيب كيف بده يفهم الدين؟ شو السبيل إلى فهم الدين؟ حضور مجالس العلم. الذي يريد الله به الخير الكثير يفقهه في الدين، يعني يفهمه الدين. والسبيل إلى فهم الدين المواظبة على حضور مجالس العلم، وهذه علامة خير عظيمة. لا شك النية لا بد أن تكون حسنة في ذلك، وليس الأمر كما يقول بعض السفهاء في هذه الأيام، لما يشوف الواحد يقصد أهل العلم، طالع رايح جاي عند العالم يحضر مجالسه ويتابعه، وين بدرس العالم بروح بحضر، إمتى عمل درس أقتنص الفرصة بروح بحضر هذا الدرس حتى يتعلم علم الدين، أو إذا وجدوا الشخص يخصص وقتا للعلم لا يشغله عن ذلك، لا زيارة فلان ولا مشوار على مول ولا رحلة شم هوى، لا يشغله عن ذلك مثل هذه الأشياء، أو إذا كان مخصص وقت للعلم وحان وقت العلم يترك ما سواه، خلص هذا الوقت للعلم للعلم. تعال طلع عنا الشباب هون نشرب فنجان قهوة فلان كذا، هذا وقت العلم انتهى. هيك تكون طالب علم هيك، وهذا يحتاج إلى كسر نفس،
لأنه النفس تشتهي إنه تطلع مع واحد، يطلع مع أصحابه، يتريض، يروح على البرية يشم الهواء، يعمل بيكنيك، يروح يسهروا له بشي مكان هيك. النفس تشتهي هذا، فلما هو يكسر هذه النفس من أجل طلب العلم، هذا بيكون سلك، بدأ بسلوك طريق العلماء الصادقين، أو خلينا نقول بدأ بسلوك طريق طلبة العلم الصادقين قبل ما نقول العلماء الصادقين. فاللي اليوم في زماننا أناس من يرونه على هذه الحال يتصيد مجالس العلم حتى يحصل علم الدين، يقولون هذا معقد معقد. نحن هلأ بالقرن ما بعرف قديش، وبعد هذا بروح من جامعة لجامعة ومن مجلس علم لمجلس علم حتى يتعلم عن الطهارة والصلاة والحديث والحج وعسائر العلوم الدينية، بيقولوا عنه معقد، أو يقولون أحمق، شوف شو عم يعمل، بدل ما يروح ينبسط بعده شاب. إلى ما هنالك من هذه العبارات السفيهة. فالحقيقة الأمر أن من أراد الله به خيرا كثيرا سهل له أن يتعلم علم الدين ورزقه الإخلاص في طلب العلم، والذي لا يأتي حقيقة، وهذا مش كلامي بس، هذا قاله قبلي الشيخ سليم علوان لما شرح هذا الكتاب، قال الذي لا نراه يأتي لحضور مجلس العلم، وهذا كلام يوصل لكل اللي منحب لهم الخير، قال والذي لا نراه يأتي لحضور مجلس العلم فليبكي على نفسه، فليبكي على نفسه، وإن ظن بنفسه أنه عالم أو أنه أعلم من المدرس أو أعلم من الذين يحضرون مجلس العلم أو أفهم من غيره، لكن إن كان هذا حاله فهو في ميزان الشريعة بعيد كل البعد عن تقوى الله تبارك وتعالى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. شو معنى؟ معنى الذي لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يفقه في الدين، لا يفقه في الدين. فهذه علامة أن الإنسان أراد الله به خيرا كثيرا أنه يكون منهوما بطلب العلم الشرعي. فينبغي على كل واحد منا أن يفهم هذا الحديث على وجهه. الذي يأتي إلى مجالس العلم، يحضر مجلس العلم، يواظب على حضور مجلس العلم، عنده شغف وعنده محبة، عنده رغبة، عنده شوق حتى يتعلم علم الدين، هذه علامة خير فيه. أما الذي لا يريد أن يتعلم، ولو دعوته ولو كررت عليه ولو استعملت معه يعني الأسلوب اللين في دعوته ولو ذكرته لا يأتي، ولو كررت على مسامعه هذا الأمر ولو نصحته بعضهم قد لا يرد عليك، خلص بقول لك فلان اللي عم يتصل بده يقول لي تعال الدرس، بده يسمعني كلمتين عن تقصيري في حضور مجالس العلم، ببطل يرد عليك. وبعضهم قد يقول لابنه أو لزوجته أو لا ولي منه هون ليس هنا، يهرب. هذه علامة تقوى ليس من علامات التقوى. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كيف نتعلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. يعني إن أراد الله بك خيرا رزقك حب طلب العلم من أهل العلم الثقات، أهل المعرفة الثقات. كيف بدك تتعلم؟ كيف بدك تحصل على هذا العلم الشريف الذي هو ميراث الأنبياء؟ بالتعلم.
بالتعلم من مين؟ من غيره، من العارفين بالعلم والتعليم، من أفواه العارفين الثقات، يعني سماعاً، مشافهةً، تلقياً من الثقات الذين أخذوا العلم بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما العلم بالتعلم، هيك التعلم، مش بالمطالعة. النبي ما قال بالمطالعة، وإنما العلم بمطالعة الكتب، مش بحضور مجالس جوجل وأمثاله. لا، كثار من الناس اليوم يظنون بأنفسهم أنهم على شيء. أنا بفهم ليش بدي أحضر مجلس الشيخ فلان والشيخ علان من العارفين الثقات، فينكبون على قراءة الكتب، لكن في الحقيقة حالهم كحال حاطب الليل، حاطب الليل الذي حكينا عنه أكثر من مرة. حتى بعض الناس اليوم صاروا يعبروا يقولوا فلان محصل علمه من الشيخ جوجل، الشيخ جوجل. الذي يريد أن يتعلم هذا العلم الشريف يحصله على الطريقة التي حصله بها الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، هذا هو الطريق الصحيح. جاء في الحديث: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نكتفي بهذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما يعني ما نطول الدرس، لكن ما بدي أدخل بالحديث الذي بعده، حتى هذا الحديث يترك الأثر المطلوب عند كل واحد منا.